فيما يعد تأكيدا على أن القطاع الخاص تكبد مئات المليارات من الخسائر خلال الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها العاصمة صنعاء، دعا رئيس الغرفة الصناعية والتجارية بأمانة العاصمة حسن الكبوس، دعا القطاع الخاص إلى العودة لاستئناف نشاطاته وأعماله بما يسهم في تحقيق الاستقرار ويدفع بعجلة البناء والتنمية إلى الأمام. واعتبرت الغرفة في بيان وزعته اليوم في مؤتمر صحفي عقدته بمقرها بصنعاء، اعتبرت توقيع هذا الاتفاق وملحقه الأمني بأنه يمثل أهمية كبيرة لاستكمال العملية السياسية الانتقالية وتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني بعيدا عن ويلات الخلافات والمكايدات والصراعات في هذه المرحلة على وجه التحديد.